عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة أخبار الفجر المغربية، اسمها الرياضي الفجر سبور، معنا السيد صهيب مدرب فريق شعلة ريسانا لكرة القدم، مشارك في دوري مونديال تور أمناء العرائش بالمهجر، مقابلة الربع انهزام أمام فريق وفاء العرائش. شنو ممكن تقول لنا على المقابلة في دور الربع لفريق شعلة ريسانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نحيي الصحافه ديال فاز سبور على مواكبتها للمونديال تو. بالنسبه للفريق شعلة ريسانا، ربما الى اردنا ان نقيمه يعني كما قلتي كانت ادوار تمهيديه وكان ادوار اقصائيه، والى مباراه الربع هو من عالم قروي، امكانيات بسيطه، كانت تحديات كثيره اللي وقفت لنا في الطريق. ممكن نجملوها بشكل عام ان الدراري ديال شعلة كيتلاقاو فقط في ارضيه الميدان دون اي امكانيات اللي غادي نديروا تدريب قبل من هذه المباريات المهمه. فيما يخص التقييم ديالكم، واحد الشق كبير كان صحيح، ولكن في بعض الامور اللي يجب الاشاره اليها، هذا الفريق هذا قدمنا معهم مباراه في الادوار المجموعات، خرجنا جوج لجوج، قدموا طعونات هما المجموعه من بعض اللاعبين ديالنا، قدمنا الوثائق ديال الطعن. هنا تولدت لنا واحد الشحنة بين الفريقين، هاد الشحنة هذا خدينا حنا من الجانب الايجابي بالعكس، باش تكون واحد المباراة ديال الربع اللي غتسعد الجمهور، غتعطينا واحد الطبق كروي جيد جدا في هاد الادوار هذه. لكن للاسف نفاجأ في بداية المباراة ان السير العام ديال المباراة اثر بشكل كبير على الفريق ديال شعلة ريسانا، اللي قلنا ان ما عندش امكانيات انه يدير دورات تدريبية، ربما انفلت منه التركيز وانفلت منه الانضباط في الاخطاء المتكررة في بداية المباراة، مما جعل ان اثرنا بزاف على التكتيك ديال المباراه، اثرنا بزاف على الانضباط ديال اللاعبين وكذلك الالتزام. هنا نريد ان نشير وان نسجل على ان عندنا مجموعه من الملاحظات على الحكم الرئيسي للمباراه اللي لم يكن منصفا بالبت والمطلق، ربما كنت مواكبين هذا الامر هذا. اولا في غرفه الملابس طعن في المصداقيه ديال اللجنه التنظيميه، وقال بالحرف الواحد ان جميع الفرق المشاركه في مونديال التو زورت الوثائق باستثناء فريقين، ولم اتذكر اسم هذه الفريقين، ولكن ما يهمني سالته على فرقه اللي كان مثل انا شعلة ريسانا، قال لي انا متاكد انهم زوروا الوثائق. هنا كيبين على ان الحكم دخل وله تصور مسبق على الفريق او عداوه مع الفريق، مع العلم على ان قدمنا جميع الوثائق المطلوبه والمتاحه، وحنا مستعدين مازال الى حد اليوم ان نقدم جميع الوثائق التي تثبت ان الالتزام القانوني ديال شعلة ريسانا في هذا الميدان. منين دخلنا لارضيه الميدان كذلك كانت اخطاء متكرره في البدايه، اثرتنا على التركيز لدرجه ان الجمهور ديال شعلة ريسانا بدا في صفارات الاستهجان على الحكم، بدا في الاحتجاج على الحكم، وهنا غادي نتفاجئ ان الحكم قام بحركه لا رياضيه، ربما في البث الحي ديالكم راه متضمنه مصوره، قام بحركه لا رياضيه تجاه الجمهور. وفي نهايه المقابله شفتوا ولاحظتوا ان الحكم المباراه دخل في صراع شخصي مع احد الافراد ديال الجمهور ديال كذا، كيدل على ان الحكم لم يكن منصفا. انا كنتحدث على الحكم الرئيسي، هذه الامور كامله يضمن لنا القانون حق الاحتجاج، يضمن لنا القانون حق الطعن، اكيد سنتضمنها في تقرير في نهايه المباراه، وسنقدمه وسنرفعه الى اللجنه المنظمه واللجنه الاخلاقيه كذلك للنظر في هذه الخروقات. اما على اما على مستوى الفريق فنحن كنشكروا بزاف الفريق ديال ريسانا اللي صراحه قدم واحد المستوى عالي جدا ببلوغه هذه الادوار هذه، واللي بغى يقيم الفريق ديال ريسانا اكيد سيعود الى المباريات السابقه، الكل يشهد له انه كانت مفاجاه ديال مونديال التو بمستوى انضباط اخلاقي، مستوى تكتيكي، ولياقه بدنيه، وكذلك اداء فوق ارضيه الميدان. واكيد هذه نقاط ايجابيه استفدناها من مونديال التو، واستفدناها بزاف كفريق وكذلك كعناصر فرديه، ان شاء الله غنشتغلوا عليها وغنطوروها ونحاولوا ممكن نكملوا الفريق. كما نتمنى كذلك من مونديال التو ان لا تتكرر مثل هذه الاحداث، وان ننأى بانفسنا على مثل هذه التي مللنا بها في الميادين المغربيه، ان يكون هناك طبق كروي راقي، ان تتسع صدورنا لروح رياضيه يهنئ فيه المنهزم المنتصر، ويهنئ المنتصر المنهزم، لان اكيد المنهزم سيكون قد استفاد الكثير من هذه المونديال. وفي الاخير هناك فريق واحد سيفوز بهذه المونديال التو، هذه قناعه راسخه كانت لدينا واشتغلنا عليها منذ البدايه. بالنسبه لسؤالي، الجمعه في الجامعه ديال رساله، واش زعما تتوفر لكم
الملاعب فين ترينيو فين تلعبوا فين هذه ولا الجماعه اللي تتكلمش على هاد الامور الرياضيه حنا في الفريق ديالنا بعدا مكون من خليط ديال جماعتين جماعه تريسان الشماليه وجماعه تريسان الجنوبيه هاتين الجماعتين كبيرتين تضمن واحد العدد الساكنه لم اعرف بالضبط العدد ديالها ولكن كبير جدا فيه الشباب فيه طاقات كثيرة لا تتضمن أي ملعب من ملاعب القرب تتضمن فقط ملاعب كتعرفوا هذه العالم القروي البسيط الإكراهات اللي لقيناها كذلك في المباراة الأولى ديال شعلة رسالة كدنا النقصة من المباراة لعدم توفر الفريق على البدلة الرياضية وهذا مؤسف جدا طرقنا الأبواب ديال الجماعتين طرقنا الأبواب ديال العديد من الشركاء من أجل أن يوفروا لنا أبسط الأشياء اللي هي كنقول لك البدلة الرياضية لا تتوفر والعديد من إذا لاحظتوا العديد من اللاعبين كانوا يغيرون الأحذية ديالهم قبل التغييرات من أجل الدخول هذه إمكانيات بسيطة جدا كذلك النقل يتكلفون بهم فقط اللاعبين لا نتوفر على أي إمكانيات ملي كنشوفوا هذه الإمكانيات وكنشوفوا شعلة رسالة بلوغها لدور الربع النهائي هو إنجاز لنا كبير ونهنئ عليه هذه الفتيان هذه رغم المعاناة ما غتوقفناش وغنستمروا ولكن من هذا المنبر نرفع الطلب ديالنا للجماعات ان المنطقه ديالنا تزخر بالطاقات شوما تضيع شوما انها ما تلقاش الدعم الكافي ديالها ربما واحد الجانب من هذه الجوانب كان السبب في الانهزام ديالنا في المباراه ديال الدوري شكرا استاذ سعيد في السلامه ان شاء الله تعالى شكرا لكم مستوى فرق من المستوى تبارك الله عليكم شكرا جزيلا عزو.